مشاهدينا عالم التنمية عالم واسع وكبير، واليوم موضوعنا بهم الأشخاص يلي حابين يبلشوا بمشروعهم الخاص أو يدخلوا سوق العمل. وطبعا نسبة كبيرة من المؤسسات إن كانت حكومية أو خاصة تطلب خبرة سابقة لسنوات معينة ومهارات وقدرات بمجال معين. أكيد اليوم في عنا العديد من الدورات التدريبية إن كانت أونلاين عبر السوشيال ميديا أو موجودة على أرض الواقع عم تساهم بصناعة هي الخبرة المهمة بحياتنا العملية. لنحكي أكثر عن اكتساب الخبرة قبل سوق العمل، خلونا نرحب سوا بضيفنا الدكتور عبادة دعدوش، باحث بتطوير مهارات الشباب. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خليني بلش من محل ما ختمت هايدي، أنه دائما الخبرة هي المطلوبة، أو خلينا نقول البند الأول بسي في العمل، يعني قبل الشهادات الأكاديمية. ومثل ما قلت حضرتك اليوم هي جواز سفر للخارج، يعني قد اليوم هم اكتساب هاي الخبرات قبل الخوض بمجال العمل. يعطيكم ألف عافية وسعد صباحكم بالأول وسعد صباح جميع المشاهدين. أول شغلة في نقطة وللأسف جوهرية رحنا عم نعانيها كثير، اليوم الشباب بفكروا أنه الشهادة الأكاديمية هي الشيء الوحيد اللي بيأهلهم حتى يفوتوا بالحياة العملية، وللأسف لما يفوتوا على الواقع عم يتفاجئوا أنه العكس تماما هو اللي عم يصير، أنه الشهادة الأكاديمية لا تكفي وحدها، بل يجب أن تكون مقترنة بخبرة عملية وخبرة عملية كبيرة، وهون هي النقطة. أنا بالنسبة لي اليوم الظروف هي صعبة جدا مثل ما كنا بنعرف، واليوم الفرص قليلة جدا. طيب هل هذا الشيء يعني بأنه أنا وقف ما عاد أشتغل على حالي؟ بالعكس، اليوم صارت الفرص قليلة فصارت الخبرة يجب أن تتضاعف وتزايد مشان تقدر أنت تقتنص الفرص القليلة اللي عم تجي. قليلة. أيوة قليلة. حنكون صريحين، اليوم على مستوى العالم في كتير أوبئة، في كتير مشاكل، في حروب. هاي الحروب والأوبئة والمشاكل عم تخلي الفرص قليلة جدا على مستوى عالمي، واليوم إحنا بلدنا العزيز في عنا الفرص عم تكون أقل. طيب كيف أنا بدي أوصل لهذا الشيء؟ أنا بدي أحاول أخذ شهادة أكاديمية مثل ما كل العالم عم تأخذ هاي الشهادة وأنت حكون متساوي مع باقي الأشخاص. ثاني موضوع هو خبرتك العملية، كل ما زادت وكل ما كان في عندك تميز بمجالك، نعم، كل ما صار في عندك رغبة وصار لك قيمة سوقية. وهذا المصطلح خلينا نعرفه منيح، شو يعني قيمة سوقية؟ أنا اليوم كل ما تميزت بمجالي كل ما صرت مرغوب بشكل أكبر. اليوم ممكن نشوف إحنا في عندنا مطاعم شغالة بالبلد بشكل أساسي. شغالة غير اليوم دكتور. اليوم شغالة أكثر. كان هي القصة الوحيدة اللي ما فينا بلاها الأكل والشرب. هو يعني كل أي شيء اليوم بيحتاج إلى خدمات أساسية واحتياجات أساسية فهو أمر دائما مستمر على مدار الزمان. طيب إحنا اليوم هذا الشخص اليوم مدير هذا المطعم، اليوم مين بيقدر يلوي له إيده مثل ما بنسميه إحنا بالعامية غير الشيف؟ الشيف إذا كان قوي كتير بيقدر يطلب السعر اللي هو بده ياخذه، وإذا كان الناس متعودة عليه. أيوة، وإذا تعودت الناس عليه فبيقدر إنه هو يلوي صاحب المحل، حتى ممكن يوصل إنه يكون شريك بالمحل. صحيح. وهذا اللي عم نشوفه. طيب شو سبب وصول هذا الشيف لهذا المكان اليوم؟ هو التميز، هو الأداء الحلو، هو الخبرة العملية مع وجود الشهادة أو دون وجودها، ولكن الخبرة العملية هي الأساس. فالخبرة العملية هي جواز سفرك اللي بيقدر يتح لك تروح وين ما كان. هلا اليوم نلاحظ أنه في شركات عالمية تطلب أشخاص معينين، رغم أنه ممكن اليوم صعب السفر بالنسبة لهم، ولكن ممكن بتلاقيهم أنهم طلبوا هن بالاسم. طيب شو السبب؟ السبب هو مهاراتهم العالية. فنحن دائما بنقول الاستثمار في الذات هو الاستثمار الذي لا يخسر. الاستثمار في مهارات واستثمارك في نفسك هو الاستثمار اللي ما بيخسر نهائيا، حيضل معك طول العمر لانه مهارتك حتضل معك. ممكن هذا الكلام اليوم تشوفوه انه هو كلام صعب، ولكن هو الكلام الواقع صعب الحقيقي. صعب جدا يا دكتور. تماما، بس هو الكلام الواقع الحقيقي. صحيح. انا دائما بشبه الموضوع انه انا اليوم عايش بمكان صاير فيه اشكاليه، هاي الاشكاليه عم تاثر علي. طيب انا بقعد بتفرج وبس؟ لا، انا بدي احاول اشتغل على اقل شيء لي مشان بيوم من الايام انا اقدر اطلع فيه. اذا ما كان هلا فهو أكيد بعدين، بس بالأخير ما حيروح هباء منثورة. أما اليوم الحكي ممكن ما يفيد بشيء، ممكن اليوم التفكير نحن نشوف الشباب اليوم هنا في مقتبل العمر عايشين بس بالحكي، عايشين بس بالنقاشات، عايشين بس بالمناظرات. طيب شو عم تعملوا بحياتكم؟ والله ما عم نساوي شيء. طيب ليه؟ هذا الشيء اللي بحرق. تمام. أنا بعرف ظروف اليوم، ظروف الحياة بشكل عام، يعني اليوم نحن شبابنا بحالة يأس، يعني هذا واقع بالنهاية، وهذا معه الحق في 100%، ونحن كنا عايشين هذا الوضع أكيد. ولكن أنا اليوم بس بقعد بتفرج،
اليوم انت بتقبلي على ابنك بس يقعد يتفرج على الوضع، بس يقعد يناقش هذا الموضوع؟ طيب ليش ما يتعلم خبره ومهاره؟ الخبره والمهاره حتفيده بيوم من الايام هون او باي مكان. تمام، هاي هي جواز السفر. تمام دكتور، يعني بعد ما عرفنا من حضرتك مفهوم الخبره، خلينا نقول انه اليوم يمكن الخطوه الاولى دائما بتكون صعبه. في اشخاص يمكن يكون عندهم مواهب او عندهم مهارات معينه، نتيجه شغفهم انهم بيسعوا لتطوير هي المهاره من خلال الخبرات. طيب خلينا نوضح اليوم للمشاهدين شو هي الخطوات او الطرق يلي ممكن يتبعوها لحتى فعلا يصيروا اصحاب خبره بمجالاتهم. تماما، اصحاب خبره وتميز، وهي النقطه المهمه. اليوم اول شغله لازم يعملها اي شخص سواء كان كبير سواء كان صغير، هو تحديد شو هو دائره ابداعه، شو هو المجال اللي هو موهوب فيه، شو هو المجال اللي هو مبدع فيه. وهي القصه اليوم بتصير من خلال نشوف شو عنده قدرات. مثال، بنلاقي في اشخاص في عندهم رغبه من الصغر وعندهم ميول وعندهم اهتمام في المواضيع مثلا العلميه، فهدول الاشخاص بحبوا انه يفوتوا على مجال الدراسه. حلو كثير هذا المجال وجميل جدا، طيب انت اليوم ليش ما تحاول انه تكثف هذا العمل من خلال الجهود العمليه؟ انت اليوم بتحب العلمي، طيب اليوم انت بتحب الفيزياء، طيب اعمل شويه اجراءات فيزيائيه، تعلم على الفيزياء، تعلم ببعض الادوات الفيزيائيه. حتى ليش شلون بقول لك النت اليوم موجود، اليوم النت هو عباره عن بوابه كثير كبيره بيقدر يعلمك كل شيء. هذا مثال. في عندنا مثال ثاني هو الرياضه. اليوم في كثير شباب رغم كل الظروف قدروا انه من خلال مشاهده بعض الفيديوهات من خلال السله والقدم اليوم عم يشتغلوا على انفسهم، واليوم حققوا نجائز مبهره عنا هون وبهالاوضاع. فاليوم في عندنا كل واحد يشوف شو هي المهارات والميول تبعاته، حدد شو هي دائره الابداع تبعك. شو يعني دائره الابداع؟ والشيء انت بتنجزه بشكل اكبر وبنتيجه اعظم وبجهد اقل ووقت اقل ومتعه اكبر. كل شيء بتلاقي حالك مستمتع فيه انت عم تساوي، فانت توجه له لانه هذا المجال الانسب لك. بس اول شغله احنا اكتشفنا شو هي نقاط دائره ابداعنا، شو هي الشغلات اللي احنا بنتميل او بنميل لها. الموضوع الثاني انا بدي بلش انه اعرف الشيء النظري عن هذا العمل، لانه كل عمل اذا ما بعرف عنه شيء نظري ما فيني بلش بشيء عملي. اخذ لمحه عنه. انا بطلب دائما من اي شاب انه يعمل بحث، بحث شو هذا المجال، وين ممكن اوصل له، شو ممكن اتميز فيه. النقطه الثالثه بلش احضر دورات، وممكن بلش طبقه بشكل عملي من خلال التدريب. حيقولوا لي البعض اليوم ما في فرص، حالكم كلمه. اليوم انا من الاشخاص اللي اؤمن بفرصه انه انا اتدرب ببلاش، وحتى انا من الاشخاص ممكن ايام حتى لو كان وضعي صعب انه ادفع لا صاحب مصلحه او مهنه او صنعه مثل ما بيسموها بقديم الزمان مشان اتعلمها، مشان انا اكسب من خلالها مهاره. هالمهاره بعد ايام بتبني لي ماده معينه. وهي نقطه مهمه انه اليوم على كل الشباب انه يبلشوا يدوروا على مصالح، على اعمال مهنيه مستمره وهي شغاله بالاساس، ويحاولوا يتدربوا فيها. بعد فتره حتلاقيهم انه بلشوا يكتسبوا مهارات، يكتسبوا خبرات، حيلاقوا انه نتائجهم اعلى، حيلاقوا انه صار في عندهم مصلحه، حيصير حقه وقتها مصاري. ممكن نفس الانسان يقول لك انت اليوم والله ما عاد فيني استغني عنه، فبدي ادفع له بشكل اكبر. ممكن واحد ثاني يقول هذا شغير منيح، اعطيه مصاري مشان يجي لعندي. بس في ناس يمكن بتطول بانه تلجا للعمل الحر مثل ما ذكرت، ان كان بدون اجر. هذا الشيء يمكن يكون في استنفاذ لطاقات الشباب، مو صح؟ صح، بس اليوم اعطينا حلول اخرى. اها، في حلول؟ احنا ما في حلول اليوم دكتور، خلاص. يعني احنا مشان نكون واقعيين، اليوم كل شاب انه لازم يشتغل على هذا الشيء. وعلى فكره هذا الشيء بمدار الازمان، احنا حتى اذا بنشوف من قديم الزمان حنلاقي بانه الشباب كانوا اهاليهم يبعثوهم مشان يتعلموا الصنعه. كانوا بعمر صغير، حتى لو كانت الاحوال الماديه كثير يعني منيحه، يعني كان وضعهم مرتاح، ولكن كنا نشوف الطفل يعني يخلص مدرسه يروح للصنعه فورا، يعني حتى يكون شيء بايده. ذكرت بعض النقاط دكتور، هلا هي النقاط اللي ذكرتها حضرتك، انه اليوم نحن نعرف ميولنا وابداعنا، نكتشف خبراتنا، هل هي يعني فينا نقول من ضمن حيز التنفيذ؟ طبعا هي اول خطوه للتنفيذ. اليوم اذا ما انا بدي بلش بخطه وما بدي بلش اعرف شو هي مواهبي وشو هي ادواتي، فانا عايش بتشتت. وانا هي مشكلتي مع الشباب او مع اغلب الاشخاص. اليوم الشباب عم يروحوا للخيار المادي افضل، يعني بعيدا عن الابداع. اليوم نحن بنفضل قد ما كان الخيار المادي جيد، انا بفضل انه اول فتره يكون في عنا تركيز على مجال ابداع، وما في مجال ابداعي ما بيجيب مصاري، هي حقلكم اياها من الاخير، ولكن التميز فيه هو اللي بيعطيك مصاري. يعني اليوم ممكن نشوف اي مجال حتلاقي انه بيجيب مصاري، بس يوم نعرف يديره بشكل صح، يوم يعرف يتسوق له بشكل صح، يوم يكون مهارته عاليه فيه بشكل صح. كيف هذا الحكي؟ اليوم بنلاقي حلاق، ممكن بتلاقي حلاق اليوم بياخذ سعر كثير عالي، هذا الحلاق بيطلع على بلاد اخرى بيساوي ايام حلاقات لاشخاص مشهورين بيرجعوا. طيب هذا الانسان كيف وصل لهون؟
كيف قدر يبني هذا الاسم؟ كيف قدر يبني هذا السوق وهو موجود هون وبهالاوضاع؟ هذا هو النقطة والسؤال اللي نحن ممكن نسأله. هذا الإنسان اشتغل على حاله، طور من اسمه، عرف يدير عمله، خطط شو بده يفوت وما ترك هذا المجال، ضل فيه من أول شيء. فأنت بتسأله قديه صار لك بهذا المجال؟ والله أنا صار لي 12 سنة، 13 سنة، 20 سنة، 30 سنة. فأنا أطلب من الشباب جميعاً أنه ما يتشتتوا. أنا بفضل بقول مقولة دائماً، لا تضيع نفسك في المقبلات، ركز على الوجبة الدسمة. كثير شباب اليوم بتلاقيهم فاتوا بألف مجال عم يشوفوا أي الأفضل. روحوا لعند المجال اللي بتلاقوا حالكم انتم موهوبين فيه، تقدروا تتميزوا فيه. اليوم التميز تبعك وقدرتك اللي عم تصنعها هي اللي بتصنع لك قيمتك. طيب اليوم ظروف دكتور عم تساعد هذا الشاب انه اليوم يلحق الشيء المميز طبعا فيه. كيف يعني اليوم يعني نحن نعرف شو عم بيصير اليوم بالمية. يعني اليوم كيف يعني هذا الشاب بده يتعود انت تخيره انت روح ابداع او روح ماديا افضل؟ هلا هون انا في عندي قاعده بتقول انه يركز الانسان على مجالين، مجال يجيب الموني اي المال ومجال يجيب الفوني اي السعاده. صحيح. وهدول الاثنين مع الايام حيجيبوا مصاري. حضرب لك مثال، عندي شاب من الشباب وانا من الاشخاص المشرف على عشرات الاف الشباب اللي عم يشتغلوا بهالبلد وعم اليوم لهم انجازات كبيره ولهم مشاريعهم الخاصه رغم كل هذا. هذا الحكي عملي والنتائج واقعية. خلينا نركز على مجال. في عندي شاب من الشباب هو شاعر وهو مجال ما بجيب مصاري أبدا مثل ما بتعرفي، والظروف أكيد كثير صعبة، بجيب عاطفي برومانس بس ما بجيب أي شيء وللأسف. فهذا الإنسان شاعر وعنده حب كبير لهذا الشيء. فلما أجا عندي قال لي بدي يصير شاعر، بدي أدخل أدب عربي. بصراحة كان توجيهي له هو عنده موهبة رائعة في صيانة الموبايلات وهو من أشهر يعني من أشهر الأشخاص في صيانة أجهزة اللابتوب والموبايلات. فأنا نصحته نصيحة إنه يشتغل على هذا المجال وإنه بنفس الوقت يكتب شعر ويركز على هدول الاثنين فقط لا غير. والله حضر دورات تابعة لمنظمات دولية وحضر دورة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ثم انتقل فورا للتدريب العملي واشتغل في شركة من الشركات. أول شيء كمتدرب طلع الأول بالدورة وطلع الأول على التدريب فوظفوه طبعا. وانا وقتها وجهت له ملاحظه انه الوظيفه لا تكفي، بدي منك تشتغل على انه انت تفتح مشروعك الخاص. ايوه تصير تستقبل انت طلبات معينه. صار ياخذ من الموبايل واحد تصليحه يقدر يكفي قد راتبه بصراحه بهالشركه. فالنقطه اللي بوصل لك اياها انه هذا الانسان ما ترك الشعر، ضل عم يقسم وقته 12 ساعه للعمل او 8 ساعات للعمل تقريبا، عم تروح 12 ساعه وعنده ساعتين، هدول الساعتين هن ساعتين للشعر. فاليوم اخذ حقق جائزه انه هو الاول بالشعر وحقق مشاركات دوليه بالشعر. هذا الانسان لو نحن بهداك الوقت كنا مو معه ما كنا عم نشجعه ما كنا موجهينه لهذا التوجيه، كان يا اما حيترك الشعر لانه ما معه قدره ماديه مشان يقدر يكفي، وهذا عم يصير باغلب شبابنا، يا اما حيضطر انه يوقف حياه الصيانه ويركض على الشعر وبنفس الوقت حيتضايق. فانا بفضل انه يكون في مجالين، مجال يجيب الموني ومجال يجيب الفن. يمكن الشعر هو الحاله الابداعيه اللي دفعته بمجال الموبايلات. هو الشغف اللي بيخليك انت دائما في عندك شيء بدك توصله. صح. انا من الاشخاص اللي في عندي بمجال التدريب، مجال دعم ورعايه الشباب، هو المجال اللي بحبه. فأنا كان هدفي بالحياة أعمل بالإدارة وبالاستشارات الإدارية كباحث وكدكتور. هدفي الأساسي أنه أنا بس أقدر أنه فضي وقت وكون قادر أنه أنا أشوف الشباب وأدعمهم. فاليوم أي إنسان عنده مجالين، مجال الفني ومجال الموني، حيشوف نتائج بشكل أكبر، حيشوف نتيجة حلوة وحيكون له نتائج مؤثرة. تمام دكتور عبادة. اليوم نسبة كبيرة بنلاحظ من طلاب الجامعات بيلجأوا لا يبحثوا عن فرص عمل بسنوات الدراسة، وممكن كمان نشوفهم عم يحاولوا يعبوا سي في تبعهم، سيرة ذاتية بأشياء مهمة، بمهارات ممكن يكتسبوها. طيب خلينا نوضح بنفس الوقت، في عنا بعض الطلاب بتقول لك لا أنا ما رح ألجأ لهذا الشيء غير لحتى أخلص دراستي، شو الأفضل اليوم برأيك؟ طبعا الأفضل هو أنه يشتغلوا وبنفس الوقت يكسبوا مهارات عملية مثل ما قلت من أول شيء أثناء الدراسة. أي نعم، لأنه الشهادة الأكاديمية هي شهادة مهمة جدا ولكن هي نظرية. اليوم كقسم إدارة موارد بشرية وكعاملين في هذا المجال احنا بنركز اكثر شيء اكثر من الشهادة. هي الشهادة عبارة عن مثل ما بيسموها انه دليل انه انت مثقف او دليل انه انت متعلم،
بس انا بالنسبه لي ما بقدر اشوف نتائجك غير لما اشوف شغلك. فممكن انت اليوم جايب لي اقوى شهاده بالعالم، طيب انت ما بتعرف تشتغل ربع الشغل اللي لازم تشتغله، فانا ما حقدر وقت اشتغل معك وحاعتذر منك. اما اليوم انا بشوف شغلك وشهادتك بتدل بتاكد انه انت شهاد انه شغلك منيح ومتعلم ومثقف فيه، فبتعطي نتيجه اكبر. فانا بفضل اليوم اي انسان عم يدرس انه يحاول بنفس التخصص انه يبلش يشتغل عليه. حيقولوا لي العالم طيب هذا الشيء صعب، حقول لهم والله صعب، بس اليوم ما في خيار اخر. وهذا الامر سواء هلا ولا سواء من قبل سواء اي بلد بالعالم هذا الشيء بيصير. اذا بتلاحظوا برا بنلاقي بانه كل الاشخاص اللي عم يدرسوا بنفس الوقت عم يشتغلوا. احنا طبعا ظروفنا بازود منه، لازم نشتغل بشكل اكبر. وبس انا بهمني انه انت تركز على قيمتك السوقيه، ركز على القيمه السوقيه مو القيمه اللي بتقبضها. يعني اليوم انت قيمتك السوقيه هي اللي بتعمل. مثال اليوم مثلا حلا اول سنه قديش ممكن ياخذ باليوم لنفرض او بالشهر؟ ممكن ياخذ 200-300 ألف. طيب حلا صار له 5 سنين قديش بياخذ؟ بيفترق السعر. بقى اليوم كل ما انت كان عندك خبره عمليه اكثر كل ما كانت نتائجك اكبر. على المستوى هذا قيس على كل المقاييس، سواء كدكتور كباحث كمدرب كحلاق كمهني كصائغ. حتى اليوم شب اللي بيشتغلوا في مجال الصرف الصحي حتلاقيهم انه اسعارهم اسعار عاليه، بيقول لك انا والله صار لي 20 سنه بهالمصلحه، وايام بياخذوا اسعار اغلى من اسعار اي شيء ثاني. يمكن هذا الشيء بنشوفه على ارض الواقع. وقد اليوم دكتور الثقه بالنفس كثير مهمه، وانه نحن نآمن بانفسنا وبقدراتنا، وقد مهم اليوم المحيط، هذا المحيط اللي هو الداعم بالايجابي والسلبي، يعني لنقدر نعمل شيء. اذا هيك بدنا نقول بنصائح اخيره اليوم لكل حدا حابب اليوم بلش مشروعه الخاص، يعني شو اهم القواعد المفروض يتبعها؟ اول قاعده الاستثمار الذي لا يخسر والاستثمار في الذات. قديش انت بتستثمر في نفسك، هذا الاستثمار الوحيد الذي لا يخسر. حتى لو اخذ مده طويله اسمه استثمار. شو يعني استثمار؟ يعني حياخذ مده طويله مشان احنا نشوف نتائج بعدين. فانا اليوم بنصح كل الشباب انه يستثمروا في ذاتهم، يستثمروا في مواهبهم في قدراتهم، ويركزوا على مجالين، مجال بجيب الماده اللي هو المال والموني، ومجال بجيب السعاده اللي هو الفن، مشان يقدر يوازن بيناتهم. وبيوم من الايام هن الاثنين حيصيروا يجيبوا مصاري. النقطه الثانيه انه لازم يركز على التميز دائما، انه انت لما تتميز بمجال حتلاقي قيمتك السوقيه اعلى، نتائجك اكبر، حتلاقي بانه العالم بلشت ترغبك، ما انت بتعرض منتجاتك لعام تطلبك، هون بتصير انت لك قيمه سوقيه عاليه. فاليوم التميز هو المعيار اللي بدك تشتغل عليه. ثالث مجال ارجوك لا تتشتت، تخصص في مجال معين. النقطه الرابعه قد ما كان الظروف صعبه، قد ما كان المحيط سلبي، قد ما كانت النتائج كارثيه، قد ما كان كل شيء عم يصير حواليك عم يضايقك، بالاخير القرار هو قرارك. يا اما انت ممكن تصير، يا ممكن انت تنجح، وممكن انت تضل بارضك مثلك مثل غيرك. هذا قرارك، هذا مو قرار اي حدا ثاني بالعالم. بعرف انه هذا الظروف كثير صعبه، بس اليوم انت النتائج اللي عم تعملها هي اللي بتصنع مستقبلك. ودائما حاختم بكلمه، انجازك هو الشيء الوحيد اللي بيحكي عنك. قد ما حكيت ما حدا حيسمع كلامك، بيسمعوا انجازك، بيشوفوا انجازك. يوم تنجز العالم بتشوف، تقول يا الله شلون قدر يوصل. ومثل ما غيرك قدر يوصل فيك انت توصل وفيك تتميز عنه. فاليوم انجازك هو الشيء الوحيد اللي بحكي عنه، فكتر انجازات. وانا بفضل انه نوقف كلام، وقف تفكير، لانه التفكير والكلام ما حيزيدوا شيء. لو بحلوا مشكله لك فكرت ما بدك. اكيد دكتور، خلينا نوضح نقطه سريعا لجانب هدول الامور اللي ذكرتها. كمان اليوم في بعض الاشخاص بيلجؤوا للعمل التطوعي، خلينا نحكي عن اهميته اليوم بتعزيز مهاره التواصل والعمل الجماعي، مميزاته بشكل عام. العمل التطوعي في له سلبيات وايجابيات كبيره كثير. وليش حاحكي عن السلبيات والايجابيات؟ السلبيه الاولى وحنبلش بالسلبيه، لانه العالم بتفكر انه هو ما في له ماده، وانه هو عمل ممكن ياخذ وقتهم ياخذ جهدهم وياخذ كل شيء، وبالاخير النتيجه فاضيه، انه ما في ماده يربحوا منها. وانا حقول لهم بالعكس، تعال نشوف الايجابيات. الايجابيه الاولى انه انت اليوم عم تعبي السي في تبعك، هي السي في عم تطور من ادائك. الموضوع الثاني اللي هي اهم من السي في، انت عم تتعلم خبرات عمليه. هي الخبرات اللي انت عم تتعلمها من مهارات تواصل، من تعامل، من تنظيم، من اداره، عم ترفع من الوعي الذاتي. الوعيك الذاتي يوم يرتفع فانت باي عمل حتفوت حتقدر تورجي نتائج اكبر. النقطه الثالثه والاساسيه، انت لما تفوت بالعمل التطوعي حتلاقي حالك بلشت يصير في عندك نتائج عمليه. هي النتائج العمليه حتبلش تشجعك انه تفوت بالمجال المادي، وحيصير في لك اسم سوقي، حيصير في عندك علاقات. ممكن يوم من الايام مثلا انت اشتغلت جرافيك ديزاين مثلا مصمم لجمعيه خيريه، طيب هي الجمعيه شافك شخص مثلا عنده مؤسسه
ساكن برا ساكن هون ما بتعرف، ممكن يشوف شغلك والله شغله هالشب عجبني، فهي فرص تتيح لك فرص كبيره محليا ودوليا وعالميا مشان انت تقدر تطلع نتائجك. وهذا الشيء اليوم بنشوفه من خلال سير المتطوعين على مستوى كثير كبير، حتلاقي اغلب الاشخاص بيشتغلوا بالتطوع علاقاتهم اكبر، عندهم فرص بشكل اكبر، حتلاقي في عندهم نتائج اجمل وعندهم خبرات عمليه اكبر. نعم، معلومات كثير مهمه دكتور اليوم، وان شاء الله هيك نقدر تكون ننقلها من لحيز التطبيق بالتنفيذ. دائما نتمنى هيك الظروف تتحسن ونشوف اليوم شبابنا عم يقدروا يحققوا احلامهم. شكرا دكتور لحضورك اليوم، وهيك صباحك طاقه على طول. اكيد شكر وجودك دكتور، نور صباحنا. صباح الخير يا دكتور.